نرحب بكم من جديد أعزائي المشاهدين في هذا اللقاء الخاص ضمن لقاءات برنامج كفاءات أردنية عبر قناة جوسات. الآن إحنا موجودين في منطقة ماركة الشمالية قرب من دوار الطيارة، بداية نزول عين غزال، في ضيافة محلات أحمد الأشقر لمواد البناء والسيراميك. طبعا هذه المحلات التي حقيقة تتمتع بشعبية عالية ومصداقية بالتعامل. أستاذ أحمد الأشقر، مساء الخير بداية سيدي. مساء النور، حياك الله. نورنا سيدي عبر شاشة التلفزيون بالتأكيد، وأنت تمثل نموذج لابن البلد الأصيل وأحد الكفاءات الأردنية اللي بنعتز ونفتخر بهم. بداية سيدي، وأنت غني عن التعريف وأشهر متعرف في هذا القطاع وفي هذه المنطقة وفي هذا البلد الطيب. نعرف أستاذ المشاهدين بسيد أحمد الأشقر أكثر، تحدث عن مكان ولادتك، دراستك، بداية الحياة العملية والعائلة الصغيرة. الحمد لله، مواليد عام 1960، دراستي لغاية التوجيهي لل 78، أكملت عملي بصنعاء أدوات صحية وتدفئة مركزية، ظل عندي طموح لحد 99، فتحت أنا وشباب أصحاب شركة إسكان مواد بناء في هذا الموقع، والحمد لله من 99 إحنا بال 2016 قائمين على عمل هذا المحل بنفسي وبقدرتي الشخصية، الحمد جميل. لله. جميل، 15 عام من العمل والمثابرة في هذه المحلات اللي بتتمتع بشعبية عالية. نتحدث عن محلات أحمد الأشقر لمواد البناء والسيراميك. ماذا يستطيع الزبون أن يجد هنا؟ نتحدث عن إنجازاتكم، سيراميك وغيره. سيراميك وأدوات صحية، شبكات الصحية، شبكات التدفئة بإذن الله تعالى، بعض الخردوات وبعض الدهانات يعني، بس الإنسان ما بقدر يختص في أكثر من مجال. أما المجال الرئيسي إلي هو البلاط والسيراميك والأدوات الصحية. بالنسبة للسيراميك، تستورد لحسابك من أي مناطق ولا معك وكالات؟ لا والله، أنا بأخذ توزيع من موزعين في وسط البلد. عينات بنشتغل عليها. جميل. كنا نشتغل مع المصانع الأردنية، للأسف أغلقت المصانع الأردنية. المصانع الأردنية تم إغلاقها. نعم، نتحدث عن الموديلات الجديدة بما يخص موضوع السيراميك، هذه الموديلات سواء الأردني أو المصري أو الإسباني. الإسباني نحكي عنه. نعم والله، كانت البلد عندها كفاءة كافية وكانت صناعتها يعني متفوقة في مصانع الخزف الأردنية ومصانع الدولية وغيرها والماس، فكانت هاي الشركات تزود أقل ما فيها من 60-70% من قطاع الإسكان وقطاع البناء في الأردن، لكن للأسف بسبب التكاليف ورفع المواد الخام والديزل والهاد، فأصبح التجار يعني أغلقت المصانع وأصبح التجار يستوردوا من برا تكاليفها أقل من تكاليف الصناعة المحلية، وهذا سبب رئيسي لإغلاق المصانع في الأردن. نعم. أستاذ أحمد، نتحدث سيدي عن أبرز المشاكل اللي بتواجهكم بهذا القطاع. عدم وجود أسعار جملة ونصف جملة ومفرق، وبعض الشركات الكبيرة تبيع بحرق أسعار أو التجار، فهاي المشكلة بتواجهنا يعني صراحة بالأسعار. نعم يعني، وبعيد عنك يعني بعض الغش، يعني الناس بنغش، وفي بعض الناس إذا كان غشين بنغش، والمواطن الضحية دائما إلا من رحم ربي. بالتأكيد. أستاذ أحمد، تحدث عن بعد النجاحات، عن الرؤية المستقبلية لمحلات أحمد الأشقر لمواد البناء والسيراميك. نعم. طموحاتك إلى أين؟ طموحاتي أن أتوسع في مجال عملي وإن شاء الله وتنحل أموري المادية والمعنوية، والحمد لله يعني كل إنسان بطمح يكون أفضل من أول بكثير. أكيد. أستاذ أحمد، يعني نتحدث عن أبرز المشاريع يعني اللي تعاملتوا معها سواء إسكانات أو غيره بتغطيتها. والله إن شاء الله يعني كان في بداية افتتاحي للمحل بال 99 لغاية 2006 كان نهضة عمرانية مخيفة في البلد، وكان المجال ضيق، فاشتغلت مع إسكانات في مجال كامل، يعني كنت أزود إسكانات في كميات كبيرة وبتعاون والحمد لله، لكن مع كثرة المصانع وكثرة الموزعين وكثرة التجار الإسكان، فصاروا يستوردوا من الصين مباشرة معظم بضاعتهم. فهذا أخطر على قطاع التجارة في عمان. بالتأكيد بالتأكيد. أستاذ أحمد، تحدث عن منظومة الأمن والأمان، نعمة الأمن والأمان اللي بتميز الأردن عن أي بلد بالعالم. نعم. بالتأكيد زرت بعض الدول سواء صديقة أو شقيقة. نعم. ونشاهد بأمننا ما يحدث الآن. ماذا تعني لك نعمة الأمن والأمان؟
الحمد لله الأمن والأمان مستقر في البلد، لا يوجد أي مشاكل يعني تذكر بالنسبة لباقي البلدان. فضل من الله برعاية جلالة الملك عبد الله بن الحسين والأمن العام والمسؤولين كلياتهم على هبة استعداد، والحمد لله والدفاع المدني، فكلهم بيقوموا في واجبهم، وكلياتنا يد واحدة في البلد، لا نشعر في أي غربة ولا في أي لا سمح الله تفرق بيننا وبين أصحابنا، بين وبين أهل البلد. لو قدرك والتقيت جلالة الملك عبد الله، ماذا تود أن تقول له جلالة سيدنا؟ أقول له أشكرك على نعمة الأمان في هذه البلد والاطمئنان والاستقرار الأمني في كل شيء. نعم، احنا يعني بنحييك أستاذ أحمد، ونستذكر هنا كلمة جلالة السيد لما حكى ارفع راسك انت أردني. بالتأكيد همات الأردنيين دائما مرفوعة لمهمة النشامة أستاذ أحمد. أكيد. أمثالك أستاذ أحمد، الله يحييك يا سيدي. أستاذ أحمد، يعني أنا حاب أرجع لموضوع المحل الآن، يعني كم نوع من أنواع السيراميك تتوفر هنا؟ تقريبا 5 أنواع، يعني من 5 مصادر اللي هم يعني صناعة محلية، كانت حاليا لا يوجد صناعة محلية، عندك صناعة مصرية، صناعة صينية، صناعة إسبانية، إيطالية، وهل مجرد يعني عدة موديلات. نعم، نحدد للسادة المشاهدين عنوانكم إذا تكرمت. ماركة الشمالية، نزول عين غزال، قبل دوار، بعد دوار طيارة مقابل كازيت ماركة الشمالية، نزول عين غزال. أستاذ أحمد الأشقر، بدي منك رسالة لجيل الشباب، فرصان التغيير، نحثهم على العمل. الرسالة أحث الشباب على العمل، وفي الرغبة اللي هو بحب، يعني في الصنعة اللي هو بحب يقوم فيها. وأولا وأخيرا، إذا الشاب نشأ على الدين ونشأ على الصلح ونشأ على الهاد، فراح يمشي الولد 100%، ينظر إلى عمله ودراسته ومستقبله. بالنهاية الأمن موجود يعني، والحمد لله دائما الحمد لله. الأستاذ أحمد الأشقر من محلات مواد البناء والسيراميك، محلات أحمد الأشقر في منطقة ماركة الشمالية، نزول يا غزال. أنا بشكرك على حسن الاستقبال، بشكرك على الضيافة والدعم لهذا البرنامج، دعم السخي. شكرا جزيلا يا سيدي، الله يعطيك ألف عافية. شكرا، أهلا وسهلا فيكم وتشرفوا. شكرا. بلسم يداوي جروحي يا أغلى دار.